بالنسبه للعدد الحالات اللي كتسجل في مدينه الدار البيضاء بالفعل هي راه كتشكل تقريبا نصف ديال الحالات في المغرب، ولكن هذا واحد العامل اللي مهم هو ان بالنسبه للدار البيضاء عندنا مجموعه كبيره من المختبرات الخاصه اللي هي كتساهم في الكشف على هذا المرض. حنا ملي كنشوفوا الاعداد هي بالفعل اعداد كبيره، ولكن مقارنه ان الحالات اللي هي موجوده كاين حالات اللي ما عندها ناس اللي ما عندهمش اعراض ما كيشكلوا حتى شي ما عندهمش شي خطوره، ولكن النسبه كبيره لان المراكز كثيره ديال الفحص اللي هي متواجده في الدار البيضاء بواحد الصفه كبيره بزاف. طبيعة الحال هاد بالنسبه كمنتخبين راه من بدايه قبل كاع ما يتشكل حتى شي حاله، لان اول حاله اللي تشكلت في الدار البيضاء كانت في 2 مارس اول حاله. المنتخبين كانوا داروا واحد اللقاء في واحد اللجنه حول هاد الوضعيه قبل كاع ما يتشكلوا الحالات، فهمتي؟ دونك كان عندهم واحد الهاجس ان ملي شفنا الخطوره بالنسبه للدول اللي سبقتنا في عدد الاصابات، حنا كان الهاجس ديالنا اننا كنفكروا في الوضع كيفاش غادي يكون بالنسبه للدار البيضاء، وكيف كانت الاشاره على المستشفيات الميدانيه اللي هي كانت متواجده بالدار البيضاء، فهذا كان استباقيه لان كان المستشفى الميداني شراكة ما بين الولايه ما بين الجماعات والجهه وما بين المندوبيه الجهويه ديال المديريه الجهويه للصحه، فهو فعلا كان عنده واحد الاثر كبير.